ننتقل الآن إلى متحدثنا الأخير أستاذنا الدكتور عصام أحمد البشير ليكلمنا عن مقصدي التدرج والحكمة في المجال الدعوي فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله التدرج في لغة العرب يعني ان تتقدم شيئا فشيئا وان تصعد درجه فدرجه وفي التنزيل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اي ناخذهم على التدريج ولا نباغتهم ناخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم والمقصود في التدرج ان تاخذ الامور شيئا دون عجل يجعلك تقطف الثمر قبل نضجها ودون كسل يتوانى بك عن تحصيل المقصود. التدرج سنه في الكون والخلق كما هو سنه في الامر. فالله تعالى جعل الكون في خلقه يتمرحل وفي انتهاء الكون علامات وفي قيام الساعه نفخات ونفخات وكذلك في خلق الانسان يمر الانسان ويتخلق جنينا في بطن امه ثم وليدا فصبيا فشابا فكهلا فشيخا وكذلك هو سنه في الشرع والامر ونلاحظ ان القران الكريم انزله الله تعالى منجما مفرقا ليثبت به فؤاد النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك الوحي وهو يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما بدا به من الوحي كانت الرؤيا الصالحه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح ثم بعد ذلك كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء في غار حراء حتى فجاه الوحي وكذلك وجدنا في التشريع الدعوه التدرج في الدعوه انك تقدم قوما اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هما اجابوك الى ذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وجدنا كذلك التدرج في التعليم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون قال ابن عباس الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اي بالواضحات الجليات قبل الغوامض المشتبهات وهذا أيضا التدرج والتدرج وجدناه أيضا في نزول الأحكام معلوم أنه لم يفرض في مكة إلا الصلاة في رحلة المعراج وسائر التفاصيل إنما جاءت من التشريعات جاءت في المدينة الصلاة فرضها الله ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وزيد صلاة الحضر الصوم كان على ثلاثة مراحل أو على ثلاث مراحل المرحلة الأولى كان موضع اجتهاد أو بمعنى إنشاء صامة وإنشاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم جاء إيجاب الصوم ولكن إذا غلبته عيناه قبل مغيب الشمس حرم عليه أن يطعم ويشرب حتى اليوم التالي ثم جاء الصوم على الصيغة التي استقر عليها التشريع الزكاة أول أمرها كان من غير نصاب يسالونك ماذا ينفقون قل العفو ثم جاء الحكم بعد ذلك بالانصبه والمقادير وكذلك بالنسبه للجهاد مع التفريق بين الجهاد والقتال لان الجهاد شرع في مكه والقتال شرع في المدينه وجاهدهم به جهادا كبيرا كان جهادا بالحجه والبيان والدليل والبرهان وليس بالسيف والسنان لان قوله تعالى كفوا ايديكم واقيموا الصلاه كانت مانعه للحيلولة دون استعمال ثم القتال كان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ولرد العدوان وكذلك في الخمر ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا أفاد بأن السكر ليس برزق ثم ذكر أن اسمها أكبر من نفعها ثم نهى قربان الصلاح على السكر ثم انتهى الى قوله تعالى فهل انتم منتهون جاء بالتحريم القاطع فرأينا اذا التدرج سنه في الشرع كما هو سنه في الخلق وكذلك في مراتب الدعوه امره الله تعالى ان يقرأ في نفسه ثم ان ينذر عشيرته الاقربين ان ينذر من حوله من العرب ثم ينذر العرب قاطبه ثم انذر من بعد ذلك العالمين وكذلك في التعريف بالإسلام وسآتي إلى تعريف كذلك الحكمة الحكمة في اللغة أحكم الشيء أتقنه والحكمة في لغة العرب معناها المنع من الفساد قال جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. احكموهم امنعوهم من الفساد ومنه الحكمه التي تلجم الفرس اذا اشتد في عدوه واسرع في خطوه هذا اللجام يسمى حكمه ونستطيع ان نقول بان الحكمه كما عرفها العلامه ابن القيم هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوجه الذي ينبغي يعني هي اشبه شيء بمعنى البلاغه والبلاغة في لغة العرب مطابقة الكلام لمقتضى الحال وأن لكل مقام مقال فكذلك الحكمة وضع الشيء في أليق مواضعه وأنسب أحواله ولذلك هي أخص من معنى العلم والله تعالى من صفاته أنه اسمه اسم من أسمائه هو الحكم وهو الحكيم والحكمة من أوصافه سبحانه وتعالى ومن أوصافه آه الأنبياء والرسل أتى الله تعالى داود الحكمة وفصل الخطاب وهي مما يقع فيه الاقتباط لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق وهي من المنن الجليلة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباء الحكمة في القرآن جاءت على سياقين إما جاءت مفردة من غير عطف على شيء ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وجاءت في أربعة مواضع مقترنة أولا جاءت مقترنة بالكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمه. يعلمهم الكتاب والحكمه. هذه الحكمه جاءت عطفا على الكتاب والعطف في لغه العرب يقتضي المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه. الامام الشافعي رحمه الله قال سمعت من ارضى من اهل العلم بالقران يقول الحكمه ها هنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم لان ذكر لان الله ذكر الكتاب وعطف عليها الحكمه فكانما المقصود ان الحكمه تمثل بيان هذا الكتاب والبيان يشمل البيان النظري كما يشمل البيان العملي. ثم جاءت الحكمه ايضا معطوفه على الايات قال الله تعالى: "ولا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه" والايات جمع ايه والايه في لغه العرب هي العلامه العجيبه. والايه جاءت في في القران على اربعه معاني، تاتي الايه بمعنى المعجزه التي يؤيد الله بها رسله وانبياءه كما ايد الله تعالى موسى عليه السلام بتسع ايات. ثم تاتي الايه بمعنى ايات الكتاب المسطور. "واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه" هو الذي انزل الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب. وأخر متشابهات آيات التشريعية الآيات التنزيلية وتطلق الآيات بمعنى الآيات التي بسطها الله في صفحة الكون المنظور إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته فالآيات قد يراد بها الآيات التنزيلية في كتاب الله المقروء وقد يراد بها الآيات الكونية في صفحة الكون المنظور والآيات تأتي أيضا بمعنى النذر وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ثم جاءت الحكمة أيضا في السياق الثالث عطفا على الموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ها هنا أيضا مفارقة بين المعطوف والمعطوف عليه. فكأنما الح... أن أن جماع الدعوة التي تحقق مقصدها أن تزاوج بين الحكمه والموعظه الحسنه والحكمه فيها معنى اقناع العقل والموعظه الحسنه فيها معنى اشباع العاطفه فكان الخطاب الذي يكون بليغا هو ما يصل موعظه تزكي الوجدان وتشبع الروح وفي ذات الوقت تقنع العقل وتقيم الحجه عليه ولذلك في الموعظه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها الدموع وجلت منها القلوب فزاوج بين الموعظة من جهة وبين الحكمة من جهة وأيضا في الإشارة إلى أن الخطاب يزاوي بين الموعظة وبين الحكمة أن الحكمة تتنزل على ما يتناسب مع ظرف الزمان والمكان والحال وأصناف المخاطبين حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. واحيانا الخطاب يتقاصر عن هذه الحكمه حين لا يجعل الحديث منصبا على ما يتوافق مع طبيعه الأل. ولذلك قيل اذا اذا دعيت لمناسبه زواج فليس من الحكمه ان تقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لكن المقام ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها او اذا بنى احد المحسنين مسجدا وطلب منك ان تفتتح هذا المسجد فلا يصح ولا وليس من الحكمه ان تقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر او اذا اردت ان تصلح بين اخوين متخاصمين فليس من الحكمة أن تقول حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولكن المقام إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أو إذا أردت أن تعزي إنسانا في مصاب له لا تأتي وتقول وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ولكن الحكمة ها هنا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال ابن الجوزي رحمه الله كان أحد الناس يسمع تاليا للقرآن يقرأ ويبكي فأراد أن يتعجب من هذه الآية التي تثير خشوعا في نفسه قال فتصندت فإذا هو يقرأ قوله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ثم تنهار الدموع على خديه فإذا نحن نتحدث عن هذه السياقات الأربعة اقتران الحكمه بالكتاب واقتران الحكمه بالايات واقتران الحكمه بالموعظه الحسنه واقتران الحكمه بفصل الخطاب فصل الخطاب الذي يكون مطابقا للحق والعدل والخير والجمال ويتناسب معه ظرفا وزمانا ومكانا من هذه السياقات التي سقناها من الايات والاحاديث في التدرج الذي هو سنه في الخلق وسنه في الامر وكذلك الحكمه التي هي سنه في الخلق وهي سنه في الامر نود ان نعكس بعض التجليات التي يقتضيها هذان المقصدان وان تتمثلا في واقع حياتنا الدعويه لا سيما الدعوه في بلاد الغرب. الامر الاول ان التدرج المقصود هنا ليس في التحليل والتحريم. هذا امر قد فرغ منه وانما في سياسه تطبيق الدعوه وتنزيلها على الواقع. وهذا يقتضي اول ما يقتضي البناء المرحلي وليست وليس انزال حقائق الاسلام جمله واحده. وقد قال عمر بن عبد العزيز لابنه المتحمس عبد الملك حينما راى اباه يترفق بالناس ويتدرج بهم يا ابتي اراك تتمهل بالناس ولو كان الامر بيدي ما باليت ولو غلت بي وبك القدور، قال مهلا يا بني ان الله ذم الخمر في القران مرتين وحرمها في الثالثة واني لاخشى ان احمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذلك فتنة، الا ترضى من ابيك انه في كل يوم يحيي سنة ويميت بدعة؟ هنالك من الاخطاء الشائعة في الخلل في باب الحكمة قاعدة خذوا الإسلام جملة أو دعوه جملة هذه العبارة ذكرها الأستاذ سيد قطب ولكنها لا تصح في باب العمل تصح في باب العقيدة الإيمان لا يتبعض لكنه في باب العمل نقبل نقبل الشيء التدرج الجزئي، نقبل بعض حقائق الاسلام لان الشريعه مبناها على ماذا؟ على تحصيل المصالح وتكميلها، وعلى درء المفاسد وتقليلها، فاذا لم نستطع ان نحصل المصلحه الكليه وحصلنا جزءا منها، كان ذلك من المعروف الذي يحبه الله ورسوله، واذا لم نستطع ان ندرا المفسده بالكليه واستطعنا ان ندرا جزءا منها، كان ذلك من المعروف الذي يحبه الله ورسوله، اذا التدرج يعني المرحليه يعني كذلك ترتيب الاولويات وكثير من الدعاه يقفون من هذه المساله موقفا فيه شيء من الريبه انه لا يوجد هنالك قشور ولباب وظاهر وباطن وكل احكام الشريعه ينبغي ان تكون على درجه واحده من حيث الاهميه هذا ليس بصحيح الايمان شعب اعلى وادنى والذنوب كبائر وصغائر والواجبات فرائض ومندوبات وكذلك المحرمات محرمات مقاصد ومحرمات وسائل محرمات لذاتها ومحرمات لغيرها فكل هذا يفيد يفيدنا في قاعده ترتيب الاسبقيات ان نقدم الاهم على المهم والاصل على الفرع والكل على الجزء والمصلحه العامه على المصلحه الخاصه كل هذا يفيد في ترتيب اسبقيات الدعوه الى الله تعالى، فهذا ايضا من الخلل الذي ينشا في في غياب فقه التدرج ومقصد التدرج وفي رعايه ايضا مقصد الحكمه التي نتغياها، لانه حين تضطرب هذه الاسبقيات نضع الشيء في غير مواضعه. في هذا الباب وفي بلاد الغرب على وجه الخصوص ونحن نقدم الدعوه ينبغي ان نتذكر في العهد النبوي الاول في تطبيق التدرج والحكمه ان النبي عليه الصلاه والسلام قبل الاسلام على الشرط الفاسد أن من جاء وعرض عليه الإسلام اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم شروطا بأن لا يطبق بعض شرائع الإسلام الظاهرة مثل الجهاد ومثل الزكاة ومثل الصوم وقبل النبي عليه الصلاة والسلام وعقد الإمام الشوكاني في نيل الأوطار بابا لهذا باب قبول الإسلام على الشرط الفاسد ولذلك يخطئ من يأتي في هذه البلاد ويريد أن يعرض حقائق الإسلام جملة على غير المسلمين وتكون النتيجة أن يدفعوها جملة فلا دينا حصلوا ولا خيرا أرشدوا ولذلك على مبدا التدرج ثم نتدرج بهم شيئا ولذلك حسن اسلام هؤلاء وادوا زكاه اموالهم وجاهدوا وهاجروا واستقاموا على هذه الشرعه ولذلك نبسط حقائق الاسلام على على التدريج اخذين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ بن جبل والى اليمن ثم قدم الدعوه الى التوحيد فإنهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم اموالا تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم هذا هذا الامر مساله مهمه في واقع الدعوه الى الله ولا نسوق هذه الحقائق جمله فتكون النتيجه الرد بها جمله ويقع الناس في مثل هذه الفتنه وايضا من سياسه التدرج والحكمه ان المسائل التي يقع فيها الاختلاف لا نحمل الناس في هذه البلاد على امر العزائم كثير من الدعاه يبنون انفسهم ومن يخاطبوهم على امر العزيمه وينسون ان التكليف في الشريعه فيه درجه واحد يقابل العشره هذه عزيمة علم أن فيكم ضعفة واحد يقابل الاثنين حكم الرخصة هي الأليق في واقع البيئة التي نعاصرها إن شاء الإنسان أن يأخذ بالعزيمة لنفسه فهو ذاك أما أن يحمل الناس عامتهم وخاصتهم فهذا منطقه في التدرج وإعمال الحكمة من أما الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة هذه في امامه الصلاه وهي كذلك في امامه الدنيا، وانا احسب ان هذا الامر يقع فيه الكثير من الخلل لان ائمه المساجد واحيانا الخطباء والدعاه يخاطبون الناس ويحملونهم على الامثل والاكمل والاتم الذي لا يطبقونه هم بانفسهم في انفسهم وفي واقعهم واسرهم ولكنهم يحملون الناس عليه وفي هذا من الرهق والنصب الشيء الكثير ولذلك افتان انت يا معاذ صل بص... اقرا بصوره كذا وكذا وكذا اني لا ادخل في الصلاه اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف في القراءه خشيه وجد امه عليه هذه اذا كان في حال المراه التي يبكي طفلها فكيف في حال هذا المجتمع الذي تباعدت بينه وبين عقيده التوحيد وهذه الشرع الحنيف المسافات الكثيره بل حتى الجاليه نفسها التي تباعدت بينها وبين هذه القيم نحتاج ان نتدرج بها وان نترفق من مستلزمات هذا التدرج وهذه الحكمه اعمال الرفق في الدعوه والتيسير في الفتوى قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب, يحب الرفق في الأمر كله إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر فجعل التيسير أصلا في الفتوى وجعل التبشير أصلا في الدعوة ولكن يقع الاختلال في التدرج ويقع الاختلال في الحكمة حينما نجعل النذار قبل البشارة وحينما نجعل الخوف قبل الرجاء وحينما نجعل الخشيه قبل الحب الحب قبل الخشيه والرجاء قبل الخوف والبشاره قبل النذاره والتيسير قبل التنفير هذه سياقات مهمه في الدعوه الى الله ينبغي ان نراعيها وان نستجليها في هذا من اسباب الخلل التي تؤدي في عالم ترك التدرج هو استعجال النتائج ولذلك قيل من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه تسالني ام الوليد جملا يمشي رويدا ويجيء اولا والقاعده عندنا قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل ان الله تعالى كما بسط في الكون سننا بسط كذلك في المجتمعات وتغييرها التغيير الحضاري فيها سننا هذه السنن لا تحابي أحدا من رعاها رعته ومن حفظها حفظته ومن ضيعتها ضيعته وبذلك استصحاب هذه السنن في تغيير المجتمعات ونهضتها والارتقاء بها أمر مهم بقيت لي نقطتان لعلي الحمد لله لم تصلني أي ورقة حتى الآن ولكن وصلت الورقة بالضوء الأصفر قبل الأحمر الحماسه المنضبطه، الحماسه الغير منضبطه التي لا لا تلجم بلجام الحكمه والتدرج تؤدي الى يعني شنائع وفظائع في السلوك يكون صدا عن سبيل الله ويكون انحرافا عن دائره العمل الذي ننشده. ايضا عدم الواقعيه والتهويل في النتائج يؤدي الى هذا رفض ما يسمى بانصاف الحلول، كل هذه المعاني نتيجه الخلل في باب التدرج، ولذلك انصح اخواني الائمه والخطباء ان يستصحبوا هذه المعاني استصحابا كبيرا، من الحكمه التي ننشدها هنا ان نعمل على كسر الحاجز النفسي بيننا وبين الاخرين، انا بالمناسبه يعني عندي تحفظ كبير في مصطلح الاخر لانه مصطلح الاخر مصطلح هولامي غير منضبط اذا فهم على ان الاخر هو العدو او المحارب هذه الحاله ليست حاله ثابته حاله الاخر الذي يصنف على انه عدو هذه لا تنطبق الا على حاله واحده ولا الا على وصف واحد هو وصف الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اما الكافر قد يسلم والمحارب قد يصالح والمقاطع قد يهادن فليست هنالك حاله ثابته بالنسبه للانسان في فكره وفي اعتقاده وفي ما يتبناه من اراء حاله, حالة متحركه الا اذا عبرنا على ان كلمه الاخر كلمه هي ما سوى الذات وهذه هذا معنى ممكن يمكن ان يكون حياديا ويمكن يتغير من حاله الى حاله، ولكن التعبير الدقيق ما قاله الامام علي رضي الله عنه ناس صنفان اما اخ لك في الاسلام واما نظير لك في الخلق، ويمكن ان نقول امه الاجابه وامه الدعوه. انا لاحظت اختم بهذا لاحظت ان كثيرا من الشباب يخلطون بين الحكم على عقيده المخالف وبين خطاب الدعوه. خطاب الدعوه لم ياتي فيه الا خطابا متدرجا حكيما رفيقا ما بيقول له يا يا كافر يا كذا يا فاسق يا ظالم يا فاجر هذا لا يستجيب لك لدعوه لم اجد القران استعمل في وصف الدعوه لفظ الكفر الا في موضعين في موضع المفاصله على اساس العقيده قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد وفي مقام يوم القيامه يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم وما عدا ذلك يا بني ادم يا ايها الناس يا اهل الكتاب والتذكير باهل الكتاب تذكير بان لهم اصلا استندوا عليه ويذكرهم بان يستقيموا على هذا الاصل الذي يدلهم على هذه الرساله الخاتمه التي احكم بها النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك حتى الدعاء راينا حتى في 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 العالم الاسلامي يشاركنا ارض الدار والوطن غير المسلمين وهم سلم لنا ومامورون نحن ان نبرهم وان نقسط اليهم ويقول لي بعضهم ونحن في جوار المسجد فنسمع الائمه يلسعوننا بالدعوات علينا وعلى اسرنا ان يشتت الله شملنا وان يجعلنا نحن واسرنا وذرانينا غنيمه للمسلمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا